قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يا لروعة أساليب القرآن وتركيب معانيه ومبانيه في آياته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن البلاغة العربية في الشعر العربي وفي النثر العربي ليست في قوة المفردة فقط، بل في أساليب التراكيب، في تهيئة السامع قبل الموضوع، في تشويقه حال الموضوع، في حسن العرض الابتدائي، في التفصيل حال البيان، في بيان الحكمة من ذلك. وإن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، فدعونا نتأمل شيئا من هذا في الآيات التي نسمعها.